مرحبا. اهلين حبيبه قلبي. شفت ماما؟ اهلين يا ماما. رجع بابا؟ لا تقبريني. من وين؟ من عند عماد. ما بعرف، هو ما قال لي وين رايح. يعني مو هون؟ لا طلع. معناها اكيد رحنا عند عماد. وين بده يروح يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. وين هالغيبة؟ بالقهوة. شو قصدك بابا؟ كتير مولع بالقهوة. روح على غير محلات. ليش في محلات يروح عليها الواحد غير القهوة؟ دلينا. عم تكب القشرة على الأرض؟ بابا حبيبي اسأل حالك، ما عندك واجبات هون ولا هون لازم تعملها؟ لا ما في، كل الواجبات دي خالص منها متقاعد. يعني ما رحت شفت عماه؟ شو شايفه منامي؟ شو بدي روح اعمل عنده؟ ايه مشان ما يساء. ما فشر بنص عينه. انا روح اترجاه مشان يرجع بنتي. يا اما بيجي لهون مثل التوتو بترجاني، يا اما عمره ما يجي وبستين الف جهنم اللي تحرقه. شو بو ابي؟ شو اجى على باله؟ امبارح ما كان هيك. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لك ليش بعتوا وراك؟ بكره بدي روح كمان. كل هالقد الشغله مهمه حتى بدك تروح مشان هالنهارين؟ ما بعرف، ليش حدا حكى معي شيء اصلا؟ لكن شو كنت عم تعمل من الصبح لهلا؟ ما بعرف، رحت لعنده. قالوا لي عود. قعدت. صارت الساعة 2. قالوا لي تعال بكره. طبعا القليلة كنت اسألهم، قل لهم شو الموضوع؟ هنيك ما بتسألي، بتجاوبي وبس. وإذا شفتي حدا جاي باتجاهك بتقولي يا رب ما يكون جاي صوبي. أي لا، معناتها شغلتك مو مهمة، لأنه لو كانت مهمة كانوا قربوا لك دورك. مهمة أو غير مهمة ما عاد تفرق معي، المهم نخلص من هالشغلة ونعرف شو القصة. يعني أحسن لك هيك، يضرب الشغل وساعة الشغل. محرزة تختلفي أنت وجوزك مشان الشغل؟ ايه بس ما بصير يفرض علي رأيه كمان. الو بونجور، مين معي؟ انت مين بدك؟ لك شو بدك باسمي؟ ماشي الحال، اسمي عماد، متجوز وبحب مرتي. منيح هيك؟ لساته بحبني، لساته بحبني. بصير هيك تسكر التليفون بوشي؟ انت شو بدك بالضبط؟ مساعدتي بشو؟ انو مشكلة؟ ليش بتعرفيني حتى تحبيني؟ عم بقلك متجوز وبحب مرتي. انا ما بدي منك شي، بكفي اسمع صوتك كل يوم كل يوم مثل هالوقت. قلي مرحبا وسكر الخط. عم قلك ما بدي منك شي. الرقم؟ ايه طيب، سجل الرقم. 0 9 4 2 3 3 3. طيب شو اسمك على القليلة؟ سلمى؟ اسم قديم، بتعرفي من زمان ما سمعت الاسم. هي ليك ليك اجا بيي، بعدين بحكيك. باي باي.
بده قاعد يفرط من تاني محاولة. كنت فكرة انه رح يصمت اكتر من هيك. عشي يا عماد. والله وصلت كازانوفا يا عماد دباح الغولة في اخر زماناتها. اسلخ. بس المهم هم لما ترجع ميساء ما ترد على التليفون. والأهم من هاد كله كيف بدنا ننسق بين ميساء وبينه من غير ميساء ما تحس. تزبط هلا عن جد عم تفكر تبني علاقة معه؟ أعوذ بالله لا، بس يعني قلت لحالي الواحد ممكن يمل، يقوم بيحكي بيتسلى. الحقيقة أنا ولا مرة صارت معي هيك شغلة. طيب إذا صارت معك تحكي؟ ليش لا؟ مثل ما حكيت تسلاك. وإذا عزمتك على فنجان قهوة بتروح؟ بروح من باب الفضول بس. وأنا كمان مشان أشوف الصورة اللي راسمها بخيالي هي نفسها على أرض الواقع ولا لا. أحسن شيء الواحد يكون مفكرها صبية وبالأخير يطلع عمره شي 60 سنة. مرحبا. هلا ويسا. شو طمنا؟ ما في شيء شغله فاضي كثير، قطعوا لي قلبي على الفاضي، فكرت حالي اعمل شيء شغله. ومشان شو طلعوا طالبينك لك؟ مشان البارودي، مشان الموافقه تبع الرخصه. وشو سالوا؟ ايه يا لطيف شو سالوني؟ ما ضل شغله ما سالوني عنها. سالوني عنك وعن عدنان وعن لك، حتى عن جدي سالوني، بتعرف؟ ما ضل حدا ما سالوني عنه، هذا كل شيء غير الاستماره ها؟ وما حرزك كلها الزيطه والزنبريطه مشان بارود الدق؟ ايه طبعا محرزه حبيبي. حتى لو بدك تقدم على رخصة قوس نشاب بدهم يسألوك هالأسئلة، وبدك تعبي استمارة لكان هذا سلاح بيقتل بني آدم، بدهم يعرفوا لمين عم يعطوا سلاحات لكان، ما بيصير يعطوا لمين ما هب ودب. ولا إمتى بدنا نضل نستنى؟ لحتى تدوخ. وبركي ما داخل؟ خليها، لأنه لازم تتعلم. ما بدك اليوم تعيد هالأسطوانة؟ اهلا اهلا ميسو حبيبتي، اهلا وسهلا. كيفك بابا؟ وسهلا. اهلا اهلا. شو بابا؟ شو حبيبتي؟ لوين رحت اليوم؟ وين بدي اروح؟ ما رحت لمحل. يعني على القهوة مثلا ما رحت؟ لا تضرب القهوة كلها دخان وشاي مر وهات نارة هات نارة وبجع راس وخبط طاولات زهر وانا بعرف وجرايد ومجلات وكلمات متقاطعة. بطلت اروح له. يعني ما طلعت اليوم لمحل؟ لا ابدا ما طلعت لمحل ابدا ابدا. ما ابدا ابدا. سالي امي. ما بصير بابا لازم تطلع. لوين بدي اطلع حبيبتي لوين؟ طلعت من مشى يعني حرك دمك شوي. لعند عماد ما بروح. مين قال لعند عماد؟ انا ما قلت لك لعند عماد، انا ما فتحت امي بكلمه. يعني ما بدك اياه يروح لعنده؟ لا ماما، بس اذا ما اتصل مستحيل ارجع، مستحيل ارجع، مستحيل ارجع. امبارحه كان اذا ما اجا، واليوم اذا ما اتصل، وبكره شو حبيبتي؟ على القليله اتصل اذا ما بده يجي. مينو ها؟ لا من الشغل من الشغل ما بدي رد. من الشغل؟ إيه بنتك بدها تجيب لي جلطة. يلا منيح ما رديت، ما كنت عارفان شو بدي أحكي معه. ألو أهلين سلمى كيفك؟ هلأ كنت عم بدي أقول لك بعرف، بس ما رديت لأنه بيي كان موجود. لا 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 هلأ لحالي. شو بدي أقول لك، أنت منك حبيب تتعرف علي؟ داكور بعزمك على فنجان قهوة اليوم. طيب أنت حدد المكان اللي بيعجبك يا حياتي.
بس لحظة واحدة لحتى أشوف ارتباطاتي اليوم. ايه سلمى؟ ما عندي شي نهائيا. انو ساعة بتحبي؟ 6:30؟ اوكي. بس عفوا شو رح تكوني لابسة؟ طيب كيف شكلك مشان اعرفك؟ دا 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 شو دا دا دا. لوين يا بهوين؟ لعند رفيقتي. اي رفيقة؟ لمياء رفيقتي بالشغل، عنا تصفيت شوي الحسابات بابا. تاني مرة زبطي لي مواعيد رفيقتك بالنهار او هي رفيقتك تيجي لعندك لهون، ما بدنا العالم تحكي علينا. ليش حتى العالم تحكي علينا؟ ليش انا شو عم بعمل بابا؟ وليش حطيتي لي هالقمطة هاي؟ شعري مبلول وخفت اخذ برد. وهي النظارة تبعت مي ليش؟ عيوني عم يوجعون كثير يا بابا. بابا شو بك؟ ليش هيك عم تسألني وتحقق معي؟ ميساء انت تاركة بيت جوزك وقاعدة عنا هلا، والناس اذا شافوكي طالعة بهالوقت بيحكوا علينا. طيب خلص المرة الجاية بعدين بكر الموعد، بعدين بنحكي. يلا اتفلغ. شو هاي اساتور؟ شو بيعرفني؟ شو بيعرفني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. العمى على هالشغلة، العمى. انت يا عماد تباح الغولة يصير فيك هيك؟ بسيطة، ساعة بقعد بالكافيتيريا 100,000 بنت رايحة جاي رايحة جاي وهي ما بتجي. ليش؟ قلنا لها لابسين بدلة حديدي وقميص أسود طالعين القبة وجعبات ملونة. يمكن ما عرفتني، تميت عم بعمل هيك. سكري بوشي الموبايل كمان. مثل ما بيقول المثل، خفف عقلك وتعب رجليك. ها طقني عم طقني. صحتين وهنا تقبرني على قلبك. امي تاني مرة عملي لنا اكل بكفي، ما لحقنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كانوا مقحط الصحون. خلاص ولا صحي مروان، شو معك جوع مزمن يعني؟ صار لنا 3 ايام مسدود لنفسي، بدي اعوض. لكن عطيه امر تعملنا 10 بيضات، لسه ما شبعنا. عملي له خليه مدفعي الابر، عم يعدل لي اياهم الكلب العمى في عيونك العمى. ما عم عدل لك اياهم، بس ما اكلنا. خلص اجيب لك وليده. بتعرف امك ولا؟ الو مونامي لا تواخذني، عن جد انا اسفه بس اهلي ما خلوني اظهر. بكره اي ساعه؟ لا خليه على الظهريات احسن، نفس المكان. دقوق يا حبي، مع السلامه. لا هيك جوزي رح يطير، ما حد يتهدى لحتى يشوفها لسلمى. لحق حقيقة بالمي كتير. طيب يا عمي بسيطة نبوشي. شو بطلع بإيدي أنا؟ أنت الحق عليك، مو أنت الرجال.
أنا لو كنت محلك ما بخليها تطلع لمطرح قبل ما ترجع لبيت جوزها. نوال، ميساء مو بنت صغيرة. ميساء ما بتجي إلا بالكلمة الحلوة، ما تجي بالقوة. يلا بتريدوا شي؟ لوين يا هو؟ على بيتي. بابا إذا بتحب توصلني قوم، إذا ما بدك بروح لحالي. شو جا على بالك هلا؟ خليها للصبح، الصبح بوديكي. لا لا لازم نام بالبيت. بابا إذا بدك توديني قوم، ما بدك توديني قول. خلينا نتصل بعيوان، بلكي ما بده إياكي ترجعي. مو على كيفه، إذا خايف لا تروح معي، بروح لحالي. نوال، خلينا نفوت نلبس ونروح نوديها. يلا أقوى. مساء الخير صهري. أهلين عمي. أهلين. مرحبا. أهلين. أهلين. أهلين مرت عمي. أهلين. سهلين. أكيد ما كنس البيت بغيابي ولا مرة. ما بكرة رح أكنسه. شو هدول؟ شو عم يعملوا هون؟ ما تعلقهم بالخزانة؟ ما كنت عارفانه بكون تجوا. لو كنت عارفان كنت زبطت الأمور كلها. عنا قهوة؟ لا تفوت على المطبخ إلا المطبخ. ليش؟ مخبي حدا جوا؟ لك أعوذ بالله، مين بدي خبي؟ بس الدنيا قايمة قاعدة جوا. معلش تقبرني، معلش. هلا أنا وميساء بنعمل لنا جولة بالبيت، بنرجعه أحسن ما كان ب 100 مرة. يلا تقبري قلبي. يلا أمي. يلا يلا. ما حدا حكى معها؟ لحالها قررت. حسيت الظاهر. شو حسيت؟ قصدي حسيت انه لازم ترجع على البيت. هيك الظاهر. طيب عمي، مشان الشغل حكيتوا معها شيء؟ هلا بتتفاهم انت وياها، بس الظاهر انه ناوية تسمع كلمتها. ايوه. كل شيء إلا تتصل هذيك الثانية وميساء ترفع سمها. بيني وبينك حاس حالي تورطت. تورطت يا أبو هيثم، تورطت ورطة ماني عارفان شلون بيطلع منها. لك طالما عارف حالك مالك قد هالفوتة، كيف بتفوت هيك؟ ما بعرف، كنت بلا مرق وضعفت قدام الصوت الحنون، دناوية نفس يعني. رح بنصحك نصيحة أخ لأخو، واحد مجرب يعني وإله خبرة بهالشغلات. هات لشوف. بتفوت لعند ميساء وبتدج اياها دج، تحكي لها كل شيء، خليها تبقى. لك شو تحكي لها؟ ما تحكي لها، قال احكي لها. إيه ما صدقت على الله انت رجعت. لكن شو بدك تعمل؟ اليوم بس ارجع بتصل فيها وبالموعد بفهمها، اذا فهمت فهمت، ما فهمت بغير رقم التليفون. وبالنسبه للشغل ما قلت لي شو صار؟ رح تخليها تكفي ولا رح تجبرها تترك؟ طبعا رح تترك، انا ما بسمح لها تتم بهالشغله، بس رح خليها تصفي حساباتها بالاول. الله يسلم هالإيدين ويخلي لي اياك يا رب. اهلين. حدا اتصل فيني ميساء؟ لا، ليش مستني حدا يتصل فيه؟ لا مجرد سؤال. اتصلوا عالم وما كانوا يردوا، قليلين الذوق ما بيستحوا. اكيد مخربطين بالرقم او يعني بجوز يكونوا. يلا لكان قوم غسل وتعكول. يلا قوم. يلا مستني تليفونه لست سلمى. استنى لقلك استنى. ما في رجال عنده أمانة، بس مرته دارت ظهرها دغري فلت. الحق علي، مين قال لك تتركه؟ لو هي اللي عاملة هيك بحياته ما بيسامحها. ستي ما علينا، كل واحد بتعلم من كيسه مثل ما نحن تعلمنا من كيسنا. تعلمنا من كيسي أنا. سعاد خلاص فهمنا بقى، اتفقنا سكر على الموضوع ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا خلاص، غيرنا الموضوع. انت غيرت سكر ما حطيت. We'll be right back.
حبيبي؟ شو ابو نورس ما وصلك تنام بعد الظهر؟ بس مو جايني نوم حبيبتي. شو شايفك لابسه؟ ايه بدي اروح لعند اهلي، نسيت شغلي عندهم رايحه اجيبها. شو هاي الشغله حبيبتي؟ جزدان. قوم روح معي عماد، بلا تقوم. ها الله يخليك قوم. لا ونسلم مع بعض. خلاص مو ذكرتي لي ابو نوراس، دبت علي النعوسه دغري. روحي انت سلميلي عليهم. الله يسلمك، انا ما رح اتاخر. ايه لا خذي راحتك، خذي راحتك، طولي كمان حتى حبيبتي. الله معك، الله معك. مع ضحكت مرتين. الله يجيب العواقب سليمة. حبيبي مرتي صارت من أصحاب الموبايلات، ورقمي كمان. هدول من توالي المشروع. شو يعني اذا كانوا من توالي المشروع ما بينصرفوا على البيت يعني؟ حياة الله يستر اختك لما تنقي عليها، بكره بجيب باروده بقوصك. ها نحن من غير بواريد مو ماشي حالنا، لك ليش الباروده؟ ماني فهماني. حلمي من انا وصغير يكون عندي باروده. كنت اطلع انا ورفقاتي على الصيد كلهم معهم بواريد الا انا، كنت احس حالي مثل بعدين قلت لا لازم يكون عندي باروده، وبعدين قررت. بس هلا تقبرني صرت كبير، ما عاد في داعي تضل حاسس حالك. مش الحال يعني، خلصت الشغله؟ لا ما راحت، بكره بس اطلع رخصه الباروله وجيبها بعزمهم واحد ورا الثاني معي على الصيد وخليهم يحسوا مثل ما كنت انا احس. ليش لا، ما حدا احسن من حدا. حياه يا مين. اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي. لمين هالورد؟ الي؟ لسلمى. يا عيب الشوم عليك،
كنت مفكرتك بتحبني. لك انا بعرف انه انت بس حبيتك. ايه بس 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 بلا حكي فاضي. ايه بلا حكي فاضي. لو ما تركت لك الموبايل وعملت حجه لاطلع من البيت حتى انت تتصل فيني بعمرك ما كنت اكتشفت. حاجتك بقى. ولك حاجه حاجه يعني كله كنتي مخططتي له؟ طبعا. نساء ما بعرف اذا رح تسامحيني ولا لا، بس صدقيني صدقيني ما في اي شيء جدي تجاه هي اللي اسمها سلمى المفترضه. لو ما كان في شيء جدي ما كنت رحت وقعدت ساعه بالكافيتيريا تستناها. 55 دقيقه ميساء، مو ساعه، فضول، مجرد فضول. سامحيني سامحيني خلاص ما عليدا. طيب يا عماد رح مرق لك يا هالمره، بس اذا بتنعاد قسما عظما يا عماد. لا 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 خلون توبه، ما عاد عيدا بحياتي خلاص سامحيني. تحكي لك مو هاي هديك لك هديك كمان. منين جبتي الموبايل؟ لقيت الشغل كتير، قلت الموبايل ضروري، اشتريته بحق البضاعة، وبسبب الموبايل ما عم بقدر بطل الشغل. صحيح، على سيرة البضاعة، شو أخبار الشغل؟ شو عماد هجوم معاكس؟ لك لا، بس ما خلصنا القصة، ما نخلص ميساء. صار عندي 10 ستات زبونات ودائمين، بقيان 10 تانيات بيعود ما في داعي دق على ابواب حدا، شو رايك؟ العشرة الموجودين بكفوا. ما بكفوا قلال. بلاها معناتها. خلص خلص بكفوا العشرة. ميساء إذا بسمع إنك دقيتي باب، رح أزعل منك. خلص عماد، طالما وعدتك ما في داعي تحكي حبيبي. ومن قبل وعدتيني كمان حبيبتي. هالمرة وعد رجال. معناتها مو صادق. باركولي شباب، باركولي. على شو؟ رقصة البارودة. باركولي يا شباب، الله أكبر. والبارودة أنت ما بارك لك فيها؟ اليوم المساء. وأول صيدة أنت ما بارك لك بكرة فيها؟ الجمعة. شوف حبيب قلبي، وزارة الداخلية، إدارة الأمن الجنائي، فرع الأسلحة، رقصة حمل بارودة تبدأ من اليوم الخميس بتاريخ 4/10/2001. وبكرة الصيد شباب. شباب بكرة الجمعة الصيد وخذ الخرطوش. ددن 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 ددن. هيثم يا هيثم هيثم، لك امي قوم بقى. هيثم لك هيثم، قوم قوم تقبر قلبي. يلا صحصح. خير امي؟ شوفي بدك تروح مع ابوك على الصيد. يلا. انو صيد امي؟ انو صيد هاد؟ يوم الجمعه قبل ما يطلع الضو في صيد. لا تجذب هلا، بدي اقوم كمل نومتي. قوم عم وانا بدي كمل نومتي. هيثم لك امي قوم. لك قوم احسن ما يجي ابوك يفيقك بالقشاط. ها رايح اقول له. لا لا امي لا. امي امي شو؟ خليه هالمره ياخذ جندل. لك امي هو قال بدي يعلمك لك بالاول وبعدين بدي يعلم جندل. يا امي شو بدي يعلمني؟ كل ما صعد عصفور اركض له وراه. والله ما بعرف شو بدي يعلمك، هو هيك حكى. قوم تقبرني. ماني هاي. لك قوم ولا اساسا كل الحق عليكي انتي. انا لو خليتي يشتري كلب سلوقي ما كان حنتر بياخذني معه. قوم الله يرضى عليك. ماني هاي. لك قوم لك قوم لا تعلقني بلسانه، هلا بيقول شخصيتي ضعيفه. قوم امي قنعيه هالمره انه جندل اسرع مني. يستر على عرضك اتركيني، انا غاطع على قلبي. شوف شلون غاطع على قلبي. لك قوم خلصني، رح اقول له انك ما قبلت تقوم. لا لا شو هالحكي. قايم. ايه قوم. قايم بس تبقى خليه يعلمنا على الكمبيوتر بدل ما يعلمنا نركض ورا الصيدة تبعه. ماشي يلا خلص. قوم نام 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 شربي. تفضل. الجمعة ما بيخلوا الواحد يرتاح. اف شو هاد يا مروان؟ ما بدي وصيك، الله يخليك دير بالك، خايفة لا تقوس تقوم تجي فيه لا سمح الله بعيد الشر. هلا مجنونة انت؟ شو انا بدي نيشن وعين عليه واضرب؟ شو هالحكايات؟ طيب اسمع لك، لما بدك تنيشن تأكد انه هو على يمينك او على شمالك، بخاف تقوس وكون مخبى ورا العشب. انا رح اقوس على الارض؟ شو عم صير غزلان ولا ارانب انا؟ شو هالحكايات اللي عم تحكي؟ انا بدي صير عصافير، يعني بدي تخلى فوق على الشجر. على الشجر؟ ما هو مثل العفريت، بلكي كان قاعد فوق الشجرة. هو عليه رح تجنيني انت. انا برأيي ما في داعي ننزع يوم العطلة، اذا رحنا عند اهلي بدك تعلقي مع امي.
إذا رحنا عند أهلك بدي أعلى مع أبوكي. أنا فكري نروح لعند أهلك حتى ما يزعلوا، لأنه من زمان ما زرناهم. منروح شي يوم دوام المساء. هلا خلينا نعملنا زوادة ونطلع على البرية نشم لنا شوية هواء، اسمه اليوم عطلة. خير إن شاء الله. مين ممكن يتصل فيك هلا؟ من الشغل، لأنه ما حدا معه الرقم إلا الناس اللي لهم علاقة بالشغل. شو راح يرد؟ لك ردي ردي ميساء، بركي في شي ضروري. ألو؟ أهلين لمياء، كيفك؟ شو هالحكي؟ العم على هالقصة. ايه اكيد مش شامبو تبعنا، ليكون مش شغلة تانية. ايه طيب ما بعرف شو بدي اعمل، طولي بالك. ايه طيب برجع بتصل فيكي. ايه 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 ايه. السلامة. شوفي مشكلة. مشكلة شو؟ في مرة شعري خفيف، أخذت من عندنا شامبو تبع تقوية الشعر. وين المشكلة؟ شعري هر كلياته. كلياته؟ كلياته كلياته، عم تلمع لمع. وانتو شو لغلكم؟ الشركة المصنعة هي اللي بتتحمل المسؤولية. أنا شركة عيمان، الشغلات اللي كنا عم نبيعها بلا ترخيص. وشو بدكم تعملوا هلا؟ ما بعرف. بس إذا الشرطة عرفت بدكونا بالحبس. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا. هذا اللي كان ناقصنا يا بنت جميل اللاز. تعي تمي. يلا كمان شوي كمان شوي كمان شوي كمان. لا أبوش جيبها جيبها بسرعة. ما صبته. لك شلون ما صبته ولا؟ جيبها. ليك هيك بالسما لساتها طايره. لك هن كانوا تنتين نزلت وحده وظلت وحده طايره بالسما. اركون قبل ما تنزل بين الحجار. خلصني. هلا انت جبتني هون لاتعلم الصيد ولا لاطلق عصافير بتصيبون؟ اطلوع السلم درجه درجه هيك بده يتعلم الواحد. بسرعه بالملعقك فيها. روح دور. لك هذا مو حكي عمي منو. الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، مشان تحسن دخل البيت ما بيجوز تشتغل أي شغلة. لا 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 عمي لا، مو مبرر هالشي منو. طب شو بعمل أنا إذا حطوها بالحبس؟ يا حبيبي بس يسألوني وين مرتك بقول لهم حبس النسوان بدوما عند بيت الباوية. طيب خلاص بس ترجع بخليها تتصل. طبعا الله معك. مع السلامة. حلوة تكون حامل هلا وتخلف بالحبس، هذا اللي كان ناقصنا. شو ما لقيتها؟ ما صبتها. ما صبتها؟ لحقك فيها هلا. شلون ما صبتها؟ انت تأخرت بتكون اكلتها شحية او فاتت بين الحجار. بابا انت متأكد انك صبتها؟ لك طبعا متأكد مثل ما اني شايفك ولا. طيب ممكن اسألك سؤال طالما حضرتك خبير؟ سؤال. انت قلت لي لما منقوس على هدف لازم نجيب الطلقة باسفل ومنتصفه صح؟ ايه مزبوط. طيب شلون بدك تحدد اسفل ومنتصف عصفورة طايرة بالسماء؟ لك حمار انت. إذا فيل بنسدد بأسفل ومنتصف الهدف، إذا عصفورة طايرة بالسماء أو نملة بنرمي رمي عشوائي وين ما اجت تجي.
جيبها بجيبها وام حيوة بهيسة. لك وين رحتوا؟ لا ولا لك رجعوا؟ لا ليلي شو صار؟ طول بالك حتى ارتاح شوي. شو بالك؟ لك ما بدي طول بالي، صار لي ساعتين قاعد على نار. هلا بس خبرك رح تشم ريحه مشوي طالما قاعد على نار. ميساء الله يخليك لا تلعبي لي بعصابي. ليلي ام حالة مشعيره؟ مشعيره بس مو هون المشكله. لك وين المشكله؟ الافاق مفتوحه نحو مجالات أسوأ. ميساء خبريني، خبريني بالتفصيل يلا هلا. القصه ما بدها لا تفصيل ولا موجز، القصه ببساطه هي المره بدها تبتزنا، طالبة منها 100,000 تعويض. قولي طيب، طيب اطلعتوا على شعره اذا فعلا هارر لما لا؟ طلعنا، هو مو خفيف ولا هارر بس حالس، هو من قبل كان حالس بس مو هون المشكله. مو هون لكن وين المشكله؟ شو حزيره؟ لا مو حزيره، المشكله انه الماركه اللي كنا عم نبيعها ممنوعه، مصنفه ضمن العقارات المشبوهه. الله يسامحك يا ميساء، الله يسامحك يا ميساء، لو سمعتي كلامي من الأول ما كان صار اللي صار. مو هون المشكلة. لكن وين المشكلة؟ هلا بس تعرف جوزر اللمياء شو اقترح، رح تقلي الله لا يسامحك يا ميساء. شو اقترح جوزر اللمياء كمان؟ اقترح انه انت وياه تحطوا حالكم محلنا انا ولمياء. وين؟ يعني اذا الحرمة رفعت دعوة وفتح التحقيق ضدنا تقولوا انه انتم اللي بعتوا البضاعة. قولي قولي على امتك يا عماد دباح الغولي على القصة. آخر شغلة بحياتي كنت متخيلها إنه مرتي تفوتني على الحبس. إيه مو كتير محكوميتها، شبك مهولة أنت التاني؟ كلها على بعضها شهر زمان، بتنامن على يطق واحد. ميساء؟ شبكي ميساء؟ عم تحكي مثل كأنك مضيتي لك محكوميتين ثلاثة وكل واحدة 6-7 سنين. شهر هاد، شهر مو قليل. إيه خلاص خلاص. أنا عم بقترح على أساس الحبس لرجال، إذا ما عندك رغبة بلاها بلاها. أنا بنامن على يطق واحد. لا لا انت ولا انا، نعطيها مصاري كتر خيرك على تحسين الدخل. من وين يا حسره؟ من وين؟ بتبيعي الموبايل تبعك ومندبر نص المبلغ، ولمياء وجوزها بيدبروا النص الثاني. مستحيل، الموبايل تبعي صار ب20، شاريته ب60,000، وجوز لمياء مستعد ينحبس 10 سنين وما يدفع ولا فرنك واحد. انا بحكي معه، سمعتنا رح تصير بالارض اذا فتنا على الحبس. يا ميساء يا بنت جميل اللاز. باركيلي. بشو بدي بارك لك؟ لقيت شغل. مبروك. شغل ايش؟ حلواني، ضمنت 4 محلات حلو. ومن لك المصاري حتى تضمن؟ إيه انت محلتك نقلي يا ستي، ضمنت 4 محلات من غير ما ادفع ولا فرنك، ومو بس هيك كل اخر شهر بيوصلني على بيتي 5,000 ليرة من غير ما اشتغل شيء. اف، ومين اللي بده يدفع لك 5,000 ليرة بالشهر مشان سواد عيونك تقبرني؟ لا مو مشان سواد عيوني. لكن مشان ايش؟ سر. ورؤوف سر علي انا؟ عليك انت بالاول. لأنه إذا حكيت لك كل العالم رح تعرف بعد نص ساعة، فضيحة. ليش شو بصير إذا العالم عرفت؟ إذا عرفوا شو شغلتي الحقيقية بيبطلوني من الشغل. أوعك تكون شي شغلة ممنوعة أبو رؤوف، ما بدنا نتبهدل بآخرة عمرنا. ها؟ لا لا تخافي، مو ممنوعة. أبو رؤوف احكي لي، احكي لي، ما بحكي لحدا. ما بقدر ما بقدر ما بقدر. أنا متأكد إذا حكيت لك بعد ربع ساعة رح يوصل الخبر لكل أهل الحارة، هذا إذا ما وصل لمحطة الجزيرة. ولي فضيحة. إيه ما كان في داعي تحكي لي بنوب، هلا ما عاد أقدر نام إذا ما عرفت. إيه ما بيأثر إذا طولتي السهرة شوي، بنتسلى. سبحان اللي خلقك ما أظرفك. هلا مخي ما عاد يفكر إلا بهالشغلة هي. ليش كان يفكر بشغلة قبل هلا؟ Thank you.
حياة أمي. أمي سخني لي شوية مي أوام. مقطوع المي. إيه بعت لهم قالت لهم هلو المي وطعتها. إن شاء الله ما في خسائر بصفوفنا. لا بصفوفنا ولا بصفوفهم. فضل كل شيء خرطوش معه ما صار شيء. العصافير كانوا معليين ولا معليين كثير لفوق، والبارودة قديمة مداها المجدي ما كثير منيح. فلذلك بكره بس اشتري بارودة محترمة مداها المجدي قوي كثير، عبي لك البيت عصافير. والوهاوين متخبئة في الصخرة كمان كان معلي. لك ولا هذا ما عطس وقت ضربته ما عطس. لو كان طلع عايش كان هرب من ورا الصخرة. واوي ولا واوية؟ ما بعرف، وحش ديب واوي، يعني ما بعرف شيء من هالقبيل يعني. ما رحتوا شفتوه؟ بعدت له الخرن تاعي بس خاف خاف ما راح. عم جيب لي مي ولا اوام لك جيب لي مي. نوال شادي ها؟ على شو؟ شادي على شو؟ أول مرة تطلع من تمي. يعدمني ياكي والله يسامحني. طول بالك جميل، كل عادة إلى حلال. إيه حلت هلا. أنت بتعرفي سجن النسوان بدوما؟ لا دوما ولا أطنا، شو أنت أخذني نوني؟ لك طبعا الدنيا بالجرايد إنه هذا الدواء مشكوك بأمره وله مضاعفات خطيرة. ما أنا أمرتي وسمعتي ماشي هان؟ أنا ما بقرأ جرايد. أنت ما خليتني أقرأ جرايد أنا وصغيرة عشان ما تنتزع أخلاقي. بس ولا كلمة. هل ما ينتزع أخلاق هان؟ أنا فايت غير أواعي. وين رايح؟ بدي روح شوف بركي بقدر بحل الموضوع. يستر على عرضك بابا، يستر على حريماتك. لا تتدخل مشان الله. أحكي لك شي كلمة أمي، بوس إيدك بابا. الليلة بنام بالحبس إذا أنت حطيت إيدك. لك لسه إلك عين تحكي؟ من هالناحية معها حق، خليك بالبيت جميل. لا مو أحسن، أنا فايت البس مع حلالة والله. آخر عمرنا بدنا صيف بنت حبوس. ها فرشة عني بسكرة. ميساء ميساء ماما خبره صباطه. الباب وخبي المفتاح لأنه بيروح بالشحاطة إذا ما لقى الصباط. أبي وحرفه. هذا اللي كان ناقصني، بنتي تنحط بالسجن. غير على دشتي ما راح يشكل هالشي. وين الصباط؟ ما بعرف، انت وين شرحته؟ وين شرحته ولا وين خبيته؟ نوال اذا ما بيجيبوا الصباط بروح بالشحاطه. ما بتخجلني طيب. وعاملين اذكياء يعني ما معي مفتاح. ما يستر على اختك، يستر على اختك. عمتي يعني بجيب لك الصباط بس فهمني شو ناوي تعمل. الله يخليك. ما بدي فهمك شيء. ليش انت بتفهمي حتى فهمك؟ لا سامحتي يا بابا. طب فهمني الي ولا انا كمان ما بفهم. شو بدي اعمل يعني؟ بدي اروح على الشرطه وفهمهم انه هاي المرأة بتبتز الابتزاز. خليه يوقفوا عند حدها، والابتزاز حسب القانون جريمة. بابا نحن عم نحاول نعمل المستحيل ان شاء الله ما توصل لشيطة. يستر على حريماتك يا ابي، يستر على حريماتك. انت هيك عم تزعل الطبخة كلها. لك الشرطة راح يفهموني، الشرطة في خدمة الشعب. مبروك.
مدنينا واغانينا ومعاشك يا حبيبي مبروك 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 الورد مبروك الشوك مبروك التحت مبروك الفوق مبروك الشمس مبروك الفي مبروك الهوى مبروك المي مبروك الارض مبروك الجو مبروك العتم مبروك الضوء مبروك